بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أيوب، ما زلنا في الإصحاح الأول. قلنا سفر أيوب هو السفر اللي بيبحث في قضية الألم وفلسفته، وليه ربنا يسمح به لأولاده. وسفر أيوب يعتبر من الأسفار الحكمية المملوءة بالحكمة. وسفر أيوب في آباء اعتقدوا أن أيوب نفسه هو الكاتب، بعض الآباء قالوا احتمال موسى احتمال، لكن غالبية الآباء اعتقدوا أن أيوب نفسه هو كاتب السفر. ويبدو في السفر أن لسه ما فيش أخبار عن الشريعة، وأن الكلام كله لسه في البدايات، يعني البشرية تتعرف على ربنا بطريقة بدائية، فما بتجيش سيرة الشريعة المعروفة في العهد القديم شريعة موسى. خدنا الجزء الأولاني القصة نفسها، وحكينا أنه في الأول بتبقى قصة التجربة، وبعدين البحث فيما وراء التجربة. أيوب بعد ما نجح في الاختبار الأولاني وشكر الله، بدأ يعاني من شدة الوجع والأفكار، فبدأ يشكو. أصحاب أيوب ابتدوا يعني يردوا عليه، فبدأت الجولات من الصراع الفكري حوالين قضية الألم. انتهت بشاب عظيم اسمه أليهو، تكلم كلام عاقل قوي ونسب الحكمة كلها لله والجهل للإنسان. وبعدين أخيرا تكلم الله عشان يعزي أيوب، وانتصر أيوب أخيرا في التجربة أنه سجد لله وتاب وقبل اللي حصل، وصار أيوب نبيا عظيم. احنا وصلنا لعدد 8. قال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم يتقى الله ويحيد عن الشر؟ قلنا المرة اللي فاتت أنه الشيطان ما يجربش الشخص البعيد عن ربنا، لأنه بما أنه بعيد عن ربنا يبقى ماشي مع الشيطان، هتجيله بقى المشاكل العادية اللي بتيجي لكل الناس، لكن كده كده رايح جهنم. إنما أحباء الله الصديقون كثيرة هي أحزانهم. ليه؟ لأن دول عدو الخير ما بيحبهمش، خايف يفلتهم من إيده، فعاوز يضاعف عليهم التجارب. لكن زي ما قال المزمور: ولكن من جميعها ينجيهم الرب. إذن ربنا يسمح بالألام لأولاده عشان ينجيهم وعشان يتمجد في ألم. فلما ينتصروا في التجربة بالصبر بالشكر بالإيمان بمحبة ربنا، يدخلوا السماء ويبقى لهم أكاليل كبيرة قوي في السماء. فحتى لو تعبوا ده تعب مؤقت، وحتى لو صبروا الصبر ده محسوب لهم في الحياة الأبدية. هل جعلت قلبك على عبدي أيوب لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر؟ قلنا دي شهادة الله لأيوب، ودي يعني مش سهل إنسان يتمتع بالكلمتين دول، إن ربنا نفسه يقول فيه كلام حلو كده. عقبالنا كلنا لما ربنا يقول علينا أتقياء ومستقيمين ونحيد عن الشر. فأجاب الشيطان الرب، هنا تبدأ التجربة، وقال: هل مجانا يتقي أيوب الله؟ هل مجانا يتقي أيوب الله؟ يعني الشيطان بيقول لربنا، وهو يعني أيوب بيتقيق يا رب ببلاش، ما انت مغرقه خير، فبدل مغرقه خير ايه يعني شوية الصلاة وشوية الذبايح وشوية التسبيح، يعني عادي يعني رد فعل طبيعي يعني، ما هو برضو لازم يختش ويقدر. فهنا الشيطان بيحط قدامنا كده امتحان صعب، كأننا لو قلنا السؤال بطريقة تانية: هل ستتقي الله حتى لو حرمك من كل البركات اللي في حياتك؟ هو ده السؤال، هي دي التجربة. هل ستتقي الله
لو حرمك من كل الخير اللي في حياتك حبا في الله بس، إيمانا بالله بدون أي شروط. أيوب كان غني وكان عنده عيال كتير وكان عنده وعنده وعنده، فيعني لما يبقى قصاد ده كله يشكر ويسبح باش، طب لما تتشال ده كله. فهنا الشيطان عاوز يختبره في الحتة دي. كلكم عارفين إن أيوب طلع إجابة السؤال إيه؟ نعم، أيوب يتقى الله إيه؟ مجانا. مجانا يعني إيه؟ يعني حتى لو ما عندوش حاجة هيفضل تقي. وده اللي بان بعد كده لما قال الرب أعطى الرب وأخذ ليكن اسمه مبارك. إذا إحنا هنا عندنا سؤال، يا ترى هتصلي بنفس حتى وإنت مريض؟ يا ترى هتقدر تشكر لو كل فلوسك راحت منك، ولا هتشكر كل ما في فلوس بتيجي؟ يا ترى هتقدر تسبح ربنا حتى لو كل الخير اللي خدته خسرته؟ هتقدر ولا مش هتقدر؟ ده امتحان صعب، امتحان فعلا صعب، لان ده معناه يا بتحب ربنا في ذاته يا بتحب ربنا في خيره، او بتحب خيره مش بتحبه في ذاته. انما ربنا القديسين بالنسبة له بيحبوه لشخصه، يعني معك لا أريد شيئا في الأرض، اعمل فيه اللي انت عاوزه، أنا عاوز أبقى معك وخلاص. نكمل الكلام. هل مجانا يتقي أيوب الله؟ أليس أنك سيجت حوله وحول بيته وحول كل ماله من كل ناحية، باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض، ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له فإنه في وجهك يجدف عليك. هنا قال كلمة نتعلمها، مع أن الشيطان يعني ما يصحش ناخد منه حاجة، بس هو الوحي الإلهي بيكتب كل شيء بحساب. لما بيقول سيكت حوله، أتاري أيوب ربنا عامل إيه؟ حاطط له سياج محوطه. فالشيطان من بدري عاوز ياخد عياله وياخد صحته وياخد فلوسه ومتغاظ منه عشان يسرق صلاته. انما ربنا عامل ايه؟ مسيك حوالي بقاله سنين كده. عشان كده خلينا اقول لكم فكرة مهمة لو طلعنا بيها من ايوب صدقوني تكفينا بقية العمر. احنا مش بنشكر على عدم التجارب. يعني ايه؟ حد فيكم خد تجربة زي ايوب؟ لا يمكن، محدش وصل التجارب زي ايوب. كل واحد خد حتة صغيرة، يعني اتظلمت في حتة، اتسرقت في حتة، يعني حد من حبايبك سافر السماء ماشي، بس ما حدش خد كل ده. طب انت عارف ده معناته ايه؟ ان ربنا مسيك حواليك ومانع عنك مصايب كتير قوي. ولو الشيطان استفرد بيك وانت بتصلي ومتغاظ منك هيبقى عاوز يفرتكك وما يسيبلكش ولا حاجة عدلة عشان تكفر وعشان تجدف. انما اتاري ربنا من رحمته عامل ايه؟ مسيك حواليك. فالشيطان كشف لنا عن حاجة مهمة جدا، ان ربنا مسيك حوالينا، بدليل ان ما وصلناش نشكر الله تجربة زي تجربة ايوب. مهما تجربنا ما وصلناش للدرجة دي، لان ربنا شايف ان احنا مش قده طبعا، مش زي ايوب، يعني مش هنقدر نقف على رجلينا بعد ده كله. وفي نفس الوقت هو كمان بيحبنا ومسيك حوالينا. انك سيكت حوله وحول بيته. عشان كده يا ريت وانتوا بتصلوا تتخيلوا ان ربنا محوط على عيالكم. يمكن كل يوم ممكن حوادث تحصل، لكن ربنا محوط على اولادنا ومحوط على بيوتنا. ولما بس يسمح مره كل الف مره بحاجه صعبه بيكون حاسبها كويس قوي، ما بتكونش عشوائي. طب يا ترى شكرنا ربنا على 999 مرة اللي ما حصلش فيها حوادث واللي ما جالناش فيها أخبار صعبة، ولا يوم ما بيجي خبر صعب هو ده اليوم اللي إيه نزعل ونعترض ونلخبط؟ نعم، الله يسيك حوالينا، يستحق كل شكر وكل حمد. سيكت حوله وحول بيته وحول كل ماله من كل ناحية، باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض، ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له فإنه في وجهك يجدف عليك. بعض الآباء قالوا
أيوب كان أرض معركة بين ربنا وبين الشيطان. ربنا بيقول ده تبعي، فالشيطان يقول له تحب أوريك أنه تبعي؟ فاهمين؟ ففي نزال بين الله وبين عدو الخير. فالشيطان يقول له لا، هو تبعك طول ما في خير، خليني أوريك أنه هيجدف عليك. طبعا مين اللي كسب المعركة؟ ربنا، لأنه لم يجدف على الله. الشيطان كان ناوي إيه؟ يوصل أيوب للتجديف. خلي بالكم، إذا التجارب اللي بتيجي علينا بتبقى امتحان. يا ترى في التجربة هتجدف وتمشي ورا خطة الشيطان، ولا هتكمل شكر وتسبيح وتمشي ورا إرادة الله؟ هتخلي ربنا يتمجد في تجربتك وتطلعه يستحق كل حمد مهما كانت الظروف، ولا هتجدف ويبقى الشيطان فعلا بص ربنا كده قال له هو ده اللي انت بتعتبره ابنك، هو ده اللي اديته البركة، شفت بقى ان هو الحكاية كلها مصالح. اللي بيقوله الشيطان ده بيقولوا ناس كتير حوالينا دلوقتي، الملحدين عموما بيقولوا انه ربنا ده يعني فكرة اخترعوها المتدينين اول ما بيخسروا كل حاجة بيشطبوا على الفكر، فيعني طول ما الدنيا ماشية يقول لك ربنا، لما بتقف خالص يسيبوا ربنا. لما بيلاقوا بقى ناس مستعدين للموت من أجل ربنا أو بيحتملوا التجارب من أجل ربنا بيتخرصوا بقى. ليه؟ طب ده مش مستفيد من ربنا إذا كنت خدتها مصالح، طب وده اللي خسران كل حاجة لسه بيحب ربنا، يبقى التدين مش مصلحة. إذا كنت فاكرها حتة مصلحة يعني، لا، دي حب بجد، دي علاقة بجد، ده شخص بجد. ابسط يدك الآن، طبعا يقصد ايه؟ فك السياج، اديني فرصة اخترق السياج. يبقى خلي بالكم، الأذى كأذى بيجي من الشيطان، لكن التجربة على بعضها تيجي من ربنا. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ما يقدرش الشيطان يأذي شعرة من راسك إلا لما ربنا إيه؟ يأذن. وبدل أذن وسمح يبقى لازم فيها خير ليك ومش عليك. فهنا ابسط يدك يعني اديني فرصة أدخل. ابسط يدك ومس كل ماله فإنه في وجهك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان وذا كل ماله في يدك. هنا كأن ربنا واثق في ابنه، في عبده أيوب، عارف ان ايوب بيحبه بجد، وعارف ان العلاقة اللي بينه وبين ايوب اقوى من اي ظروف. عشان كده قصة ايوب دي تخجلنا، تخوفنا على فكرة. كل مرة اقرأ سفر ايوب اخاف، مش اخاف بس من التجربة، لا، اخاف يا ترى احنا قد المستوى ده، ان احنا نحب ربنا حتى لو خسرنا كل حاجة. ده اللي قاله القديس بولس، قال من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم جوع أم اضطهاد أم عري أم خطر أم سيف؟ يعني لو حصل أي حاجة هنفضل نحب ربنا. وده حياة أبائنا الشهداء كانت كده على فكرة. يوحنا الذهبي الفم أي العظة كاملة عن أيوب، أنه أعظم من أي شهيد، اعتبر أيوب فوق الشهداء. قال لأن أي شهيد لو خيروه يموت ولا ابنه يموت هيقول لا أنا موت وابني يعيش. أيوب فقد 7 من أولاده وشكر الله، فده أعظم من أي شهيد، لأنه القلب يحتمل ده إزاي؟ طيب يعني قد يحتمل الإنسان نفسه أنه يموت، لكن لو خير لا يموت عشان خاطر عياله. فهو اعتبر أن ده أعلى ألما من أي شهيد. الألم بتاع قلب أيوب ده، وجع قلبه ده أصعب من أي وجع، فاعتبره أعظم من شهيده. هو ذا كل ماله في يدك وإنما إليه لا تمد يدك. يبقى ربنا حاطط حدود للشيطان، ودي اطمنا يا أحبائي، ربنا ما زال ضابط الكل. الواحد لما يبص على الدنيا ويلاقي كمية الشر والخراب يقول إيه ده، الشيطان ماله وعامل كده؟ مفيش حاجة بتوقفه. يرجع يقول لا، أخطيت يا رب، أنت ضابط الكل. لا، إزاي مفيش حاجة توقفه؟ لا، ربنا موقفه عنده حده، والشيطان يعمل اللي هو عاوزه مع اللي بيسلموا له، لكن ولاد ربنا عرفش يدخل حياتهم أبداً.
إلا لما يكون في استئذان في سماح، وساعتها تبقى فيه بركة ما فيش لعنة. إنما إليه لا تمد يدك. ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب. واحد من القديسين قال تأمل جميل، قال كل يوم بنقول لا تدخلنا في تجربة، هو ما قالش لا تدخلنا التجربة، لكن قال لا تدخلنا في تجربة، أو ما قالش لا تجربنا، قال لا تدخلنا في تجربة. فشرحها وقال أيوب جرب ولكنه لم يدخل في تجربة. يقصد يدخل في تجربة يعني يغرق فيها، يعني يتهزم فيها، يعني يجدف فيها. فأيوب جرب، طب ما كان ممكن يكون بيصلي لا تدخلنا في تجربة. لا، هو ما دخلش في التجربة يعني ايه؟ يعني ما جابش نتيجتها الوحش، لا ده دخل وطلع كسبان، فكأنه ما دخلش. فالله يجربنا ولكنه لا يسلمنا للشيطان أبدا. يجربنا من أجل خلاصنا، يجربنا زي ما قال واحد من القديسين لكي يعلو بفضائلنا. التجارب دايما تعمل ايه؟ تعلى بالفضائل. عندك حكمة تزيد، عندك صبر يزيد، عندك تواضع يزيد، عندك كبرياء يروح، عندك غيرة من البشر تطلع منها خالص بشوية التجارب. فإذا التجارب علاج لحاجات كتيرة، ده غير كمان الأكاليل اللي ورا التجارب. ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب. برضه علقوا عليها بعض الآباء إن الملائكة ما بيطلعوش من قدام وش رب هنا، إنما الشيطان ده داخل عشان مأمورية وماشي، لكن ده ملوش عمار مع وجه الرب، فدخل بس عشان إيه؟ يبان إن التجربة في الآخر سماح من الله بكراهية من الشيطان، لكن هو الشيطان لن يستمر أمام وجه الرب. وكان ذات يوم، نقرأ بقى التجربة، وأبناؤه وبناته يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر. احنا حكينا المرة اللي فاتت إن أيوب كان عنده فضائل كتيرة، منها فضيلة تربية ولاده، إنه ولاده بيحبوا بعض جدا، وإن الغنى ما بوظش علاقتهم ببعض، وكل يوم يأكلوا عند واحد من إخواتهم، وهو يجي رأس كل أسبوع يقدم ذبائح عنهم كلهم في نوع من الشكر والتمجيد لله انه ساتر عليهم وحفظهم. فجو من الصلاه والتسبيح والحب البريء فكانوا بياكلوا في يوم من الايام. ان رسولا جاء الى ايوب وقال البقر كانت تحرث والاتن جمعتان ترعى بجانبها، فسقط عليها السبئيون واخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف، ونجوت انا وحدي لاخبرك. الرجل ده يعتبر زي اللي عندهم كذا بيزنس، عادة الناس الكبار ساعات الكبار في الدنيا يعني يعملوا كذا بيزنس، يقول لك لو بيزنس اتضرب الباقي ايه يشيله يسنده، لكن اللي عنده حتة واحدة لو اتضربت يقع. فهو هنا ايه كان عنده حاجة اسمها البقر والأتان والجمال والغنم، ما دي أنواع البيزنس ساعتها الرعي يعني، بس مختلف الانواع، وده يرعى في حته وده في حته وده في حته، فما تبقاش الحكايه كلها محطوطه في حته واحده. حصل اول مصيبه، وهي مصيبه شكلها يعني مش غريب، بمعنى طبيعي في البلاد دي انه يحصل غيره من ناس على ناس وقبائل. فالسبئيون دول اللي في المنطقه يعني ضربوا الغلمان وخدوا البقر والأتان، وطبعا دي أعداد بالألفات، فدي ثروة ضخمة كلها راحت فيهم. ونجوت أنا وحدي لأخبرك. طبعا حكاية نجوت أنا وحدي هي أصلها إيه؟ جزء من التجربة، عشان كان ممكن ما يسمعش بالمصيبة غير بعد شوية، بس هو الشيطان مرتب إن المصائب تتحدف وراء بعض كله في نفس الساعة عشان يهزوا خالص ويوقعوا، عارفين ضربه متواصل كده عشان يهد إيمانه مرة واحدة، فمكثف كل المصائب في زمن واحد. وبينما هو يتكلم إذا جاء آخر وقال نار الله. بصوا دي تجربة أصعب، عارفين ليه؟ لأنه منسوبة لربنا بشكل مباشر، اللي فاتت منسوبة للبشر، ناس أشرار دخلوا سرقوا،
مرة دي بيقول له نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم ونجوت أنا وحدي لأخبرك. الشيطان خبيث فخلى الغلام ده ينطق ويقول نار الله ليه؟ عشان يحط المتهم مين؟ ربنا. ما هي المؤامرة كلها إن أيوب يجدف على ربنا كده يبقى وقع. فالمرة دي جاية بشكل صريح قوي نار الله، ونار الله دي أصلها نسمع عنها في سدوم وعمورة. فطبعا أيوب فين وسدوم وعمورة فين؟ سدوم وعمورة قمة الشر وأيوب قمة البر والكمال في زمنه. فيعني بعيدة خالص إن نار ربنا تحرق حاجة واحد بتاع ربنا، لكن هي اتقالت كده. طبعا هي ممكن تفسيرها بقى رعد وبرق وأي حرايق، لكن هو الغلام ده سماها نار الله. أحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال، الكلدانيون عينوا ثلاث فرق بالشعب آخر فهجموا على الجمال وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف ونجوت أنا وحدي لأخبرك. البزنس الثالث الجمال، وبرضو أعداد ضخمة. جم الجماعة الكلدانيين في ثلاث فرق عسكرية كده، نزلوا نزلة واحدة خلصوا على الغلمان. خلي بالكم الغلمان في حد ذاتهم دول ثروة، دول عبيد عند أيوب فيعتبروا ثروة أخرى في الزمن ده. يبقى حتى دي راحت. وبينما هو يتكلم، أنا بقى مش عارف أتخيل أيوب في اللحظات دي بيستقبل رسالة ورا رسالة ورا رسالة في نفس اليوم وفي نفس الساعة، وكلها رسائل عنيفة جدا. يعني ربنا رحمته واسعة، احنا محدش فينا بيحصل معانا بنفس الدرجة. ساعات تتراكم المشاكل حواليك بس مش من نفس الدرجة، لا. عشان كده سفر أيوب معزي لكل المجربين، مهما كانت تجربتك مش بالصعوبة اللي حصلت مع أيوب، مش في نفس الوقت. زي ما بيقولوا ساعات الضرب في المية حرام، يعني ده ورا بعض ورا بعض، ده كتير قوي. وطبعا هنا المؤامرة واضحة، ان الشيطان كل اللي يهمه في القصة دي ايه؟ انه يجدف على الله. بينما هو يتكلم اذ جاء اخر. طبعا تخيلوا ايوب هو عمال يسمع، طب الرابع ده جاي يقول ايه تاني؟ ما خلصت خلاص، الغنم خلص والبقر خلص والاتان خلص والجمال خلصت والغلمان خلصت، فاضل ايه تاني؟ اللي ابعد بقى من خياله، اللي ما كانش خالص يتوقعه، اللي اي واحد فينا يقول اي حاجة تهون الا العيال، مش كده؟ فدى العيال لغتنا كده. تيجي عند البشر، لا، الواحد اي انسان عاقل يقول معلش. عند البشر الموضوع اصعب. الرابع جه بقى فاكيد قلبه اتقبض، لانه مش فاضل غير العيال. بنوك وبناتك، لو سمع الكلمة دي كان لازم يطب ساكت. كانوا يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر، وإذا ريح شديدة جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت الأربع فسقط على الغلمان فماتوا ونجوت أنا وحدي لأخبرك. أولا شكلها غريب جدا، ليه؟ طب يعني النار نزلت على الغنم على بعد كام كيلو عشان أيوب ما يحسهاش؟ طب والريح اللي وقعت بيت واحد من ولاده، هو ابنه ده مسافر بلد تانية، ازاي ما حسهاش؟ واضح انها حاجة مترتبة بطريقة غريبة، لان الريح دي ما حسهاش أيوب مثلا من موقعه. واحد من القديسين قال تأمل تاني، قال في كل مرة من اللي فاتت كانت نجوته أنا وحدي منطقية. ليه؟ لأنه يعني شايفهم بياخدوا الغنم جري، شايفهم بياخدوا الجمال جري، لكن ده واحد جوه البيت، كل العيال ماتت هو ما ماتش ليه؟ الغلام ده وراجع صحته زي الفل ليه بقى؟ يعني ازاي الغلام ده طلع منها طيب؟ فيعني واحد من الاباء القديسين قال ده يؤكد ان الشيطان قاصد يستفزه بكل الطرق، لانه نجيته انا وحدي. طب ليه ما يكونش واحد من ولادك اللي نجي؟ ليه كلهم يروحوا العشرة يعني؟ طبعا دي فوق اي تجربة بقى.
وما خلاص كده خلصوا. إذا ريح شديدة جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت الأربع فسقط على الغلمان فماتوا ونجوت أنا وحدي لأخبرك. فقام أيوب خلاص بقى يعني، ومزق جبته وجز شعر رأسه، يقال دي علامات الحزن في زمنه. وهنا برضو الأباء قالوا لألا يظن البعض أن الرجل ده ما بيحسش، أو سرقته السكينة زي ما بيقولوا، لا الرجل ده بيحس، والوجع كان شديد جدا والحزن فظيع، وعمل علامات الحزن الطبيعية. لحسن حد يتصور أنه لا ده مش طبيعي، لا هو طبيعي، زي ما احنا بنتكلم عن آلام المسيح آلام طبيعية. المسيح تألم بجد وحزن بجد وتذل بجد، فأيوب آلامه حقيقية، يعني ربنا ما شالش الألم خلاه في حالة من الذهول الغير مدرك، لا هو كان مدرك للي بيتقال. فوجع الخسارة وجع شديد، ووجع الأولاد وجع أشد، ومع كده عمل علامات الحزن الطبيعية، وبعدين عمل إيه؟ خر على الأرض وسجد. ده بقى انتصار ساحق لله فوق الشيطان. لما أيوب سجد للأرض ده الشيطان بص في الأرض اتغلب على طول. ليه؟ لأنه كان اللي عاوز يوصل له أن أيوب يغلط في ربنا، يلبخ يجدف، إنما خر على رجليه على وجهه يعني وسجد وقال عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. الرب أعطى الرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. البعض بيعتبرها تسبيحة أيوب، لأنه في تسبيحة وقت الألم، زي الهوز الثالث عندنا ثلاث فتية قالوا إمتى؟ من جوه النار. لكن هنا من جوه النار بتاعت أيوب هو قال تسبيحة مختصرة، قال عريانا خرجت من بطن أمي عريانا أعود إلى هناك. وهنا الحقيقة أيوب سلك سلوك مليان حكمة. ليه؟ في أي تجربة المهم طريقة تفكيرك. لو مشيت مع فكرة انك مظلوم وان ربنا ظالم، يبقى انت ماشي ورا الشيطان اللي هيخليك تجدف وتعترض وتتلخبط خالص. انما ايوب ركن التجارب على جنب ورجع لحقيقة بسيطة محدش يقدر ينكرها. هو انا لما دخلت الدنيا دي كان عندي بقر، كان عندي غنم، كان عندي جمال، كان عندي عيال. دخلت الدنيا ما كانش عندي حاجة، ايه المشكلة لما اسيب الدنيا وانا ما عنديش حاجة؟ لما رجع بالسنين لورا خالص فاعتبر كل اللي حصل له ده ربنا جاب وربنا خد، حاجته مش حاجتي، سلفهم لي كم سنة ورجعهم تاني بحريتهم بقراره. هذا الإيمان البسيط والحكمة العميقة دي هي داود قلبه، هي وقفته على رجليه، هي عزته مؤقتا سندته، لأنه لو فكر بأي طريقة تانية هيمشي ورا الشيطان. زي ما ابتدى يفكر بعد شوية لما نغوط بقى في سفر أيوب هنلاقيه ابتدى يقول اشمعنى أنا؟ ابتدينا بقى ندخل في حتة غلط، ليه أنا اللي حصل لي كده؟ لكن لما فكر أنا عريان دخلتها مفلس وهطلع منها مفلس، ماشي مفيش حاجة غريبة، وأنا ربنا اداني العيال وخدته، وربنا اداني الخير وخدته، وربنا اداني أيام حلوة وقال لي كفاية كده، حاضر كتر خيره، أنا ما أقدرش أحاسبه، دي هديته، خد هديته، خد الحاجة بتاعته. الحقيقة أيوب تفوق على كل اللي قبله وكل اللي بعده، عشان كده القديس يعقوب يقول قد سمعتم بصبر أيوب. الجملتين دول أهم شعار في سفر أيوب كله اللي هيرجع لهم في إصحاح 42. يعني هو بدأ التجربة بنجاح ساحق، وبعدين الجولة الثانية هيبتدي الشيطان يوقعه، وبعدين هيقف على رجليه تاني ويشكر ربنا ويمجده في الآخر مرة أخرى. لكن كونه سجد ونسب الفضل لله، وشوفوا التعبير اللي جاي، في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة.
يبقى المجربين عادة بيحصل منهم ايه؟ يدخل الواحد في تجربة يبتدي ينسب لله جهالة. يعني ايه ينسب جهالة لله؟ يعني يشوف صفة في الله غير حقيقية. هو انت مش حكيم؟ هو انت جاهل في احكامك عشان تعمل كده معايا وتسيب ناس اشرار؟ يبقى لو عمل كده يبقى بينسب لله جهالة. هو انت مش شايف اللي بيحصل؟ شايف الظلم وساكت؟ بتحب الظلم يعني؟ كده ينسب لله جهالة. في ناس في التجارب تغلط في ربنا بدرجات مختلفة، بس كل ده اسمها ينسب لله جهالة، لأن ربنا كله حكمة وكله حب حتى لو عمل كده. لكن عاوزة إيمان قوي وعاوزة رصيد حب بين الإنسان وبين ربنا عشان يفضل شايف ربنا عدال عيب. ربنا لا يخطئ في قراره. طب ده خد كل عيالك، لا يخطئ في قراره، خد كل فلوسك ما بيغلطش. أنا اللي بغلط، أنا اللي بغلط مش هو اللي بيغلط. البشر يغلطوا، ربنا ما يغلطش. لسه إيمانك ما تهزش؟ ده الشيطان بيزعزع جبال. عشان كده أيوب ده جبل ومش جبل سهل. ازاي ما تهزش؟ ده الشيطان عم بيهزه بكل الطرق الممكنة، بالظلم، بالخسائر، بنار الله، بتراكم التجارب ورا بعض، بالعيال، لكنه لم ينسب لله جهالة. يبقى واضح ان هنا النجاح في التجربة، عشان كلنا بنعدي بتجارب بس بدرجات اقل. لكن احنا مش دايما ننجح كده، احنا ساعات تجارب اقل من كده. يبقى الواحد بيقول له ايه؟ ليه يا رب؟ اول ما قلت ليه انت كده ايه مشيت في السكة الغلط. ليه يعني انت معترض؟ ليه يعني انت مش مصدق ان ربنا عارف بيعمل ايه؟ ليه يعني انت مش قادر تقول اشكرك زي قبل كده؟ لا، ليكن اسمه مباركا. عارفين معناه ايه؟ يعني البركة ليك والشكر ليك بعد كل اللي عمله، بعد كل اللي عمله. ده التفوق بقى، دي عظمة القديسين، انه يقول اشكرك يا رب وهو بيتصلب مع المسيح. يفضل يشكر ليه؟ لانه عارف ان ربنا ما بيغلطش واللي بيعمله خير، والسماء في الاخر مستنيانا. اللي عنده الايمان ده هيقدر ينطق بكلمة الشكر مهما كانت قسوة التجربة. فالموضوع مش سهل. عشان كده لما نبص على ايوب لازم نعرف ان احنا بنتكلم عن قامة عالية جدا، قداسة مش قليلة ابدا. وبعدين احنا بنتكلم في 18 قرن قبل المسيح. يعني طب ده احنا بالاولى شفنا المسيح وصليبه في العهد الجديد، شفنا ربنا وحب غير محدود على الصليب. طب ايوب ازاي عملت كده من غير صليب؟ ازاي حبيت ربنا كل الحب ده عشان تحتمل منه علقة ورا علقة ومرجعتش في حبك، ما جدفتش؟ يبقى واضح ان الحب الحقيقي لربنا يجعل الانسان يقبل من الله كل شيء. اللي بيحب ربنا بجد ما يقولوش هحبك بشرط، ما فيش شرط بقى خلاص، انا هحبك من غير شروط، اعمل اللي انت عاوزه براحتك. انا عارف ان الحاجة الوحيدة اللي انت مش هتحب تعملها فيا ان انا اهلك، لانه دي مش ارادتك، الباقي كله اعمله براحتك. اعيش الكام يوم دول شكلهم ايه؟ براحتك، المهم نتفق انه في الاخر ندخل السماء. يبقى اللي بيحب ربنا يقبل من الله كل شيء، وده اللي هيقوله الاصحاح الجاي لما يقول الخير نقبل من الله والشر لا نقبل. يعني ايه؟ ناخد منه الحلو، ويوم ما يجيب حاجة على مزاجه بس مش حلوة نعترض؟ ازاي؟ مش من حقنا. البدال بنحبه نقبل منه، نقبل منه كل حاجة. انتهت الجولة الاولى بنجاح ساحق لأيوب، وضنيا لله له كل المجد الذي سمح بالتجربة، وتجلت عظمة ايه؟ رجل الله أيوب، في انه خدها على رجليه بسجود، بتسبيح، بقبول. قبل التجربة وفكر انا عريان طلعت من بطن امي وعريان هدخل الارض، خلاص. والرب اعطى، ملياش فضل في حاجة، والرب اخذ حقه. الرب اعطى
يبقى ملياش فضل. والرب أخذ حقه، حقه ياخد اللي هو عاوزه في أي وقت، مش حقي أنا، هو صاحب العطية. وكان ذات يوم، طبعا مين بقى اللي ايه متغاظ وبيفرك؟ اللي سماه سفر الرؤيا المشتكي. المشتكي يعني الايه؟ المزعج، الشكاي، اللي متغاظ واللي بيفرك، وكل ما يلاقي واحد بيحب ربنا يبقى بيولع، لانه هو دي مشكلته. عداوته مع مين؟ مع احباء الله، عداوته مع المؤمنين اللي عندهم ايمان يهز جبال، عندهم ايمان يتفوق على التجارب. فطبعا مش هيسكت. جاء بنو الله، قلنا الملائكة، ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم ليمثل أمام الرب. فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ جاي من فين تاني؟ طبعا نفس المعنى بتاع الإصحاح الأولاني، من الجولان في الأرض، بتدور على مين تجربه عشان تاخده معاك. ما انت حطيت عينك المرة اللي فاتت على أيوب، أصل ما فيش زيه. أجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب لأنه ليس مثله في الأرض؟ بصوا هنا قصد الوحي أنه يكرر نفس الجملة اللي قالها ربنا، عشان ربنا يشهد مرة أخرى لأيوب قبل التجربة وبعد التجربة نفس الشهادة: ليس مثله في الأرض. أتاري الجملة دي كانت هتتهز لو أيوب عمل إيه؟ كان جدف، كان اعترض. هو أحسن واحد في الدنيا لأنه بيحب ربنا بجد، وبعدين بعد التجربة القاسية لما قال الجملتين دول وسجد لربنا، صحيح ليس مثله في الأرض، أثبت أنه إيه يستاهل التعبير ده من فم الله. رجل كامل ومستقيم، يتقي الله ويحيد عن الشر، نفس الكلام اللي قاله قبل ما يتجر. وإلى الآن وهو متمسك بكماله. حلو التعبير ده. ليه؟ هل أنت كامل في وقت سهل؟ وهل تتمسك بكمالك في وقت صعب؟ يعني إيه؟ طيب أنت بصحتك والدنيا ماشية كويس وبتقف في القداس وبتيجي وبتصلي وفرحان بربنا، ولو الدنيا لطشت ولو الدنيا لخبطت، هل تتمسك بكمالك؟ هل هتفضل تشكر وهتصوم وهتصلي وهتسبح وهتعمل قانونك الروحي زي الأول؟ هتكمل علاقتك بربنا بنفس الدرجة فهيتقال عليك متمسك بكمالك؟ كمال نسبي، الإنسان مهما كان محدود، لكن ربنا بيقول كونوا كاملين. فأيوب كان كاملا في عيني الله كإنسان وتمسك بكماله، لم يتراجع عن الكمال، ما قالش كلمة وحشة، ما بطلش يصلي، ما جحدش ربنا، ما قفلش من ربنا أسبوعين وشهر مش هدخل لك كنيسة ولا قادر أصلي، ده كتر خيري اللي ما بغلط. في ناس تعمل كده، لا ليه يا ابني كده؟ ليه؟ افتكر المعنى الجميل بتاع الرب أعطى الرب أخذ مهما كان، وافتكر انه ايه يعني آجلا أم عاجلا هترجع للعري اللي دخلت بيه الدنيا، دخلتها فاضي وهتطلع فاضي. ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم، يتقي الله ويحيد عن الشر، وإلى الآن وهو متمسك بكماله. وقد هيكتني عليه. الآية دي بتعمل مشاكل ساعات. ليه؟ في ناس تقول لك يعني الشيطان يهيج ربنا. خلي بالكوا، العهد القديم أحيانا يستخدم ألفاظ بشرية لتقريب المعاني للبشر. الله هل يليق أن يقال عليه حرفا حرفيا بيهيج؟ لا، أصل ربنا غير منفعل الانفعالات البشرية. طب مع عشرات المرات قيل عنه غضب الله، إذن غضب الله مش معناها يجان انفعال عشوائي ما فيش فرامل عند ربنا. لا، ربنا قبل الزمان وبعد الزمان وما عندوش متغيرات، ما فيهوش تغير ولا في ظل دوران، ما فيش حاجة بتتغير جواها. إنما عشان اللي حصل ده في لغة البشر، واحد قلب واحد على واحد، فاهمين المعنى؟ فهو استخدم التعبير عشان يقرب لنا المعنى. هيكتني عليه،
زي ما واحد يجي ايه يحط في ودانك كلام يعني يهيجك او يقلبك على شخص. فربنا عشان يقرب بس المعنى قال كده، لكن هل الله فعلا الشيطان اللي بيحركه؟ يعني حاشا طبعا، بدليل انه ربنا ما كانش يسمح بالتجربة دي لو كان أيوب هيخسر. معنى ده مهم. كل الآباء قالوا الله كان يعلم جيدا ان أيوب هيغلب الشيطان، فسابه للنزال ده، سابه للمعركة. زي داود وجولياط، ربنا كان يعلم جيدا انه هيقف مع داود وداود هيغلب جولياط، لكن لو كان داود مش قدها ما كانش ربنا سابه ينزل. فلعلم الله السابق ان ايوب في محبته وايمانه هيعدي التجربه دي بنجاح، حتى لو على جولات سمح بيها. اذا كلمه هيجتني ده بس المنظر الاولاني، انه ايه؟ كانه الشيطان وز ربنا او زق ربنا على ايوب. طب رأي ربنا بيحب ايوب وايوب بيحب ربنا، لكن اثبت للتاريخ ان ايوب لا يعبد الله بغرض، انما يعبده حقا مجانا، لانه بعد ما خسر كل حاجه لسه بيقول ليكن اسمه مباركا. لما تلاقوا فقير مريض معدم بيسبح ربنا يقولوا دي اجمل ايقونه للمسيحيه، اجمل شاهد للمسيح. لما تلاقي واحد مريض فقير او معدم ما عندوش ولا حاجه من حاجه الدنيا وبيسبح ربنا، ده اعظم من اي حد فينا، لانه ده شهاده للحب الخالص. مفيش مصالح، خد ايه من ربنا؟ خدش حاجه. لكن لانه انسان خلق على صوره الله ومثاله وبياخد الخلاص المجاني بتاع المسيح يسبح الله. اهو ده بقى يسبقنا كلنا. عشان كده عند الآباء الكبار القديسين يقولوا المريض الشاكر أعظم من الراهب المتوحد. تصوروا لما يكون مريض بيعرف يشكر ربنا قد يسبق راهب قاعد في قلاية في المتوحد، ودي درجة عالية من الرهبنة. لأنه حين يشكر الإنسان الله في ضيقه ده معناه بيحب ربنا بجد، وإنه إيمانه ما بيتهزش بالتجارب والمشاكل، فيبقى فعلا نقل الجبال. إيمان ينقل الجبال لأنه جبل التجربة ما غلبوش. قد هيجتني عليه لأبتلعه بلا سبب. بلا سبب يعني إيه؟ يعني الوشاية بتاعتك يا شيطان طلعت غلطانة، حساباتك أنت طلعت غلط، طلع أنه يعني كل الخير اللي عنده مش هو سبب حبه ولا سبب صلاته. فأجاب الشيطان الرب وقال جلد بجلد وكل مال الإنسان يعطيه لأجل نفسه. يعني إيه؟ طول ما الحكام قربتش للجلد يعني الواحد برضه واقف على رجليه وصحته كويس، فعند دي ممكن الإنسان يتحامل على وجعه. فإيه؟ قال له لا، لسه جسده متعبش. شوفوا الشيطان فعلا من حقكم تكرهوا الشيطان مش خطيه، إنما الشيطان فعلا هو الشرير اللي كله شر، اللي ما بيحبش البشر. العدو الوحيد لينا هو الشيطان، ما فيش اعداء مع بشر خالص، لكن الشيطان عدو لدود، نجينا من الشرير. فهنا عاوز يكمل عليه، كل مال الانسان يعطيه لاجل نفسه. فعلا الناس تدفع كل فلوسها عشان صحتها مثلا، ولكن ابسط الان يدك ومس عظمه ولحمه فانه في وجهك يجدف عليك. يبقى تاني المؤامرة كلها عشان نوصل لإيه؟ يجدف عليك. يبقى هي التجربة من ناحية الشيطان مش عشوائية وله غرض، غرض إنه الإنسان يبعد عن ربنا، فكده يملك روحه، الشيطان يمسك روح الإنسان. لكن طول ما الإنسان بيشكر الله يمجد الله خلاص روحه مع ربنا، فيبقى الشيطان مش واخد حاجة برضه. فقال الرب للشيطان ها هو في يدك ولكن احفظ نفسه. يعني ايه؟ كل تجربة لها حدود. أتاري ربنا رغم كل اللي بيحصل معانا حاطط ايده، صدقوني مفيش تجربة بتعدي علينا الا وبيكون ايد ربنا حسبها بدقة. يعني ايه؟ لغاية هنا وبس،
طب دي حادثة صعبة. أيوة حادثة صعبة، بس ربنا حاسب الخسائر لغاية كده وبس، سيك تحاول. فحتى لو سمح بتجربة بتلاقي دايما إيد ربنا واضحة حتى في التجربة، لأن الحكاية مش عشوائي، مش الموضوع كده إيه ملطشة بيننا وبين الشيطان وبيننا وبين الأيام والناس، لا لا لا، ده ربنا ضابط الكل، فبيشوف الحكاية على القد. عشان كده قال القديس بولس: لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، يعطي مع التجربة المنفذ كي تستطيع أن تحتمله. فهنا المرة اللي فاتت قال له إيه؟ اخبط زي ما أنت عاوز، لكن ما تمدش إيدك عليه، فما قدرش يقرب منه. المرة دي قال له: طب ما تمدش إيدك على نفسه، يعني جسده هسيبه لك. وجاءت الجولة الثانية، والجولة الثانية أصعب. ليه؟ لأنها متركبة على الجولة الأولى. يعني لو الجولة الثانية لوحدها كانت تبقى أهدى، والواحد يمرض بس وشايف عياله حواليه وشايف خير كتير حواليه، أهو عنده حاجة تعزيه. دلوقتي شال كل التعزيات بما فيها الفلوس والبركات والبشر، وبعدين مسكه في صحته بقى. فطبعا بقت أصعب. ليه؟ لأن أي واحد تعبان جزء كبير من تعزياته محبة الناس اللي حواليه، إحساس إنه عمل إنجاز في حياته. لا دلوقتي في إنجاز ولا في عيال، فلما يمرض كمان بقت أصعب وأصعب. فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته. على فكرة في الطب القديم في مرض جلدي صعب قوي كانوا يسموه مرض أيوب من كتر حيرتهم، يبقى الجسم كله كده الجلد بإيه بيتقشر ويعمل بقليل وحاجة صعبة جدا، ويعمل دمامل وقرح والريحة تبقى صعبة قوي، وما كانش له علاج لغاية قريب، ولغاية دلوقتي يعني حالات دي بتبقى صعبة قوي تنتهي ساعات بالوفاة. فده مرض يعني الناس بتحتار فيه لغاية دلوقتي العلماء. فكانوا زمان يسموه مرض أيوب من وصف الإنجيل للمرض ده. ضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته، فبقى الجسم كله إيه كور مية كده، وتعمل إيه صديد، وتعب الجسم الجلد بيخلع بيتقشر كله، فبتبقى وجع شديد جدا مع عفونة مع شبه تسمم، يعني حاجة صعبة خالص. وبعدين ما فيش حتة سليمة، خلي بالكم، يعني هينام على أنهي جنب؟ طيب مش عارف هيقف على رجليه ولا على يركع على ركبه ولا، ما كله بايظ. فطبعا مرضيا صعبة جدا. فأخذ لنفسه شقفة، شقفة شقفة كده يعني حاجة ناشفة كده يكحد بيها ليحتك بيها، ما هو برضو فيه هرش شديد، فعاوز يكحد بأي طريقة عشان يهدي الوجع. وهو جالس في وسط الرماد، الرماد هنا علامة الحزن، وأحيانا يقولوا كمحاولة لتهدئة الوجع اللي في جسمه. فقالت له امرأته بقى، بصوا بقى دي آخر وأصعب تجربة، الست الوحيدة اللي فاضله له: إلعن الله وموت. خلي بالكوا كلمة بارك الله هي في الأصل العبري معناها يا أخي اشتم ربنا وموت بقى، هي معناها مش بارك لأنه ما تجيش بارك وموت، هي معناها كفاياك بقى مباركة ربنا. أو البعض فسرها أنها تريقة، أدي اللي عندك أخويا، طول الوقت تقول ليكن مباركا ليبقكم مباركا، بارك يا أخويا ربنا وروح موت بقى كفاية. فهي الأسلوب بتاعها كان صعب جدا، هي ما احتملتش التجربة، هي فشلت في التجربة، عشان كده مش هنلاقيها في سفر أيوب تاني، ملهاش نصيب في الحتة دي. طبعا مش هنقعد نقيم طب هي التجربة على قدها ولا مش قدها، دي حكمة ربنا، يجوز هي تكون من الأول مش بتاعت ربنا، ويجوز هي يعني ما نعرفش ليه ربنا سمح بكده. لكن جزء من تجربة الإنسان إن أقرب الناس ليه يكمل عليه أو يسيبه أو يوجعه بكلام في وقته هو موجوع من كل حتة، هو موجوع من الناس، موجوع من الظروف، موجوع من جسمه، وبعدين الشخص الوحيد اللي كان المفروض يسنده بأي مساندة نفسية قالت له كلام صعب. أنت متمسك بعد بكمالك، فالح بس تقول ليكن اسم الرب مباركا، عامل فيها قديس بعد ده كله، فهي دخلت في شبه إلحاد، بارك الله وموت،
معناها كفاك بقى قولة ربنا دي، انسى حكاية ربنا دي بقى. وعلى فكرة التجارب بتفرز المؤمنين عن غير المؤمنين. للأسف في ناس لما بيكون إيمانهم ضعيف تيجي تجربة تهز إيمانهم فينكروا وجود الله تماما أو يرفضوا الله تماما. دول يحتاجوا لصلاة كتير وحب، لأنه بيبقوا عاوزين ربنا بالشروط، عاوزين ربنا مع حياة سعيدة وخلاص. طب ما الحياة السعيدة جاية لسه. لا، هم مش عاوزين ربنا بالسماء، عاوزين ربنا بالأرض. فدول ما بيعجبهمش الباكج اللي ربنا بيعمله. ربنا وعدنا تعيشوا معايا، تتضايقوا في الدنيا ترتاحوا في السماء. ففي ناس تقول له لا، هنعيش معاك نرتاح في الدنيا ومش مهم السماء. يقول لهم ما ينفعش، فاحنا متفقين مع ربنا هنعيش معاك نتعب في الدنيا ونرتاح في السماء. أنت متمسك بعد بكمالك، بارك الله ومت. فقال لا تتكلمين بكلاما كإحدى الجاهلات. يعني أنت بتقولي كلام كأنك ما تعرفيش ربنا، إزاي تقولي كده؟ وكمل على التسبيحة جملة ثالثة، قال إيه؟ الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل. يبقى حتى هذه اللحظة كان نفس المعاني في ذهنه، ربنا إدانا وخد، انا دخلت عريان وهطلع عريان، ما اقدرش اقول له انت غلطان. غلطان ليه؟ حاجته في الاول وفي الاخر. فمن الجهل ان احنا نستغلط ربنا ونقول ظالم. ظالم ليه؟ مش حاجته في الاول وفي الاخر. فهنا بيحاول يقنعه، لا ده جهل اللي انت بتقوليه. الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل. في كل هذا لم يخطئ ايوب بشفتيه ونجح في الجولة التانية. والجولة التانية أصعب، لأنه ما غلطش بكلمة، قدر يعني يكسب الجولة بنجاح. لإلهنا كل مجد وكرامة لأبدًا.